دي خديجة بيج عملتها لك على الفيسبوك، هنجمع فيها كل الناس اللي بتحبك عشان تخشي تردي عليهم وتهزري معاهم وتردي بالذات على الكلام اللي هم بيقولوه عليك. بس انا عندي صفحة قبل كده اصلا. لا، اللي عندك ده اكاونت، انما دي صفحة هنلم عليها كل الناس اللي بتحبك عشان لما تمسيه في المسرحية ييجوا يتفرجوا عليك. بصي، كل دول ناس بيحبوني. 7740. ايوه، ولسه عايزيده كمان. عايزك بقى تركزي مع كل كلامه، ما ترديش خالص على اي كلام تاني يتقال. اتفقنا؟ بابا وماما واخواتي وروكا وطنط كوثر جارتنا كلهم اتفرجوا عليا في التلفزيون لما طلعت في البرنامج. ايوه، انا اتفرجت معاهم كمان. كان شكلك زي القمر والله. شكرا. انت عارف اغنيه غاب القمر يا ابن عمي شادي غنتها سنه 1970؟ اغنيها لك. غنيها. غاب القمر يا ابن عمي يلا روحني. طب ممكن بس نوقف المقطوعه دي لحظه؟ في اغنيه تانية بتقول بفتحه ب بحبك. صباح اللي بتغنيها. صباح اللي بتغنيها بفتحه ب بحبك يا خديجه. ابتسامتك للحياة ضحكة بتقلل همومها، فرحة بملامحك راسمها، سكة مع ناسك قاسمها، واللي راني